بكم في عين على الخليج. بعد أسبوعين على إعلان اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي الذي قال نتنياهو أنه سجل له في التاريخ بعدم تقديم تنازلات عن الأرض، جاءت تقارير إسرائيلية لتفند بحقائقها شعارات رئيس الوزراء الذي جمد بحسبها كافة المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن حتى قبل أشهر من إعلان 13 من آب أغسطس. تقارير تزامنت مع زيارة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رحلته الشرق أوسطية إلى الإمارات، التي كانت من جهتها قد ألغت حضورا لها لاجتماع ثلاثي بعد تأكيد دعت له الولايات المتحدة، ما فسره المراقبون أنه بداية غضب إماراتي معلن من تل أبيب على خلفية صفقة طائرات الشبح الأمريكية العالقة. فما الذي يفسره توقيت كشف حقائق تجميد المشاريع الاستيطانية في الضفة وغور الأردن؟ وهل سينجح هذا الكشف في تليين الأجواء المتوترة بين الطرفين؟ وهل ستتنازل الإمارات عن الصفوف الأولى في سباق التسلح وتتخلى عن رغبتها الملحة في امتلاك هذه الطائرات؟ لكن في مقابل صفقة سياسية تمنحها الرضا العربي؟ كل هذه الأسئلة وأكثر سنضع عينا على إجابتها، لكن بعد هذا التقرير. سلام تمورات سلام. السلام مقابل السلام لا بالتنازل عن الأرض، هكذا تغنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتفاق بلاده التاريخي مع الإمارات، أقوال سرعان ما أفادت تقارير أنه تنازل عنها بإصدار أوامر بوقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن، في تحول فسره مراقبون بأنه جاء من باب إرضاء أبو ظبي التي على ما يبدو أن خيبة ظنها من رفض نتنياهو وجيشه إتمام صفقة طائرات F-35 تعدى إلغاء حضورها بعد تأكيد للقاء ثلاثي كان مقررا الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، في خطوة حملت رسالة مبطنة مفادها أن الإمارات ستقاطع أي اجتماع سياسي مع إدارة نتنياهو حتى يتضح موقفها من صفقة السلاح التي تحولت إلى أزمة تحاول الولايات المتحدة حلحلتها عبر وزير خارجيتها مايك بومبيو الذي سارع في بدء جولته إلى الشرق الأوسط لإرضاء الطرفين وسط شكوك تثار حول إمكانية نجاحه في تلبية رغبة الإمارات بالحصول على طائرات الشبح الأمريكية في مقابل ضمان تزويد إسرائيل بأسلحة أخرى من شأنها أن تضمن تفوقها العسكري. فهل أوامر نتنياهو بتجميد المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية وغور الأردن ستلين عقدة السلاح الإماراتية لتتنازل أبو ظبي عن صفقة طائرات الشبح في مقابل تحقيق إنجاز للقضية الفلسطينية؟ يتساءل البعض. وأرحب بضيوفي في هذه الحلقة من القدس الأستاذ في العلوم السياسية في الجامعة العبرية دكتور مائير مصري، أهلا بك دكتور، ومن دبي الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية دكتور خالد محمد مبارك القاسمي، أهلا بك دكتور، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد عبد الهادي، أهلا بكم جميعا. ودعوني أبدأ حوار اليوم مع دكتور خالد من دبي. يعني بداية دكتور خالد، لماذا برأيك ألغت الإمارات بعد تأكيد حضورها للقاء أمريكي إماراتي إسرائيلي جاء بمبادرة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة؟ يعني برأيك هل هذا الإلغاء يعتبر أنه بداية أزمة حقيقية بين تل أبيب وأبو ظبي على تكرار نتنياهو تصريحات الرافضة لبيع الإمارات منظومة طائرات F-35؟ في البداية لا أعتقد أن هناك ما يعكر صبوة العلاقات، خاصة أن علاقات التطبيع لم توقع، يعني الاتفاقية الرسمية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي لا أعتقد يعني أن هناك خلاف. يعني إذا كان خلاف هناك على صفقات السلاح والأمور هذه، يعني هذه تعالجها الدولة مع الولايات المتحدة الأمريكية. طب لماذا ألغت أبو ظبي حضورها لاجتماع ثلاثي كان سيتم ضمن احتفالية والتقاط صور رسمية لهذا الاتفاق؟ لماذا ألغت هذا الاجتماع؟ ما يعني لا، قد تكون هناك أمور نحن لا نعلمها، لكن
في الواقع حقيقة يعني المفروض الآن أن تكون الأمور واضحة وأن لا تكون هناك تصريحات بخصوص صفقات السلاح وبخصوص هذه الأمور، خاصة هذه صفقات السلاح وغيرها تكون أمورها سرية للدول، ولا أعتقد أن من المفروض أن يصرح بها رسمياً. طيب. وإذا كان هناك تصريح لنتنياهو في هذا المجال دعني أتحول إلى دكتور خطأ يعني أنا من وجهة دعني نظري. أتحول لدكتور مائير مصري من القدس. يعني دكتور مائير، هناك تقارير إسرائيلية كشفت حقائق مفادها أن نتنياهو لم يمنح تصاريح لمشاريع استيطانية في الضفة الغربية لأكثر من 6 أشهر بالحقيقة، وألغى اجتماع لمجلس الأعلى للتخطيط في هذا الصدد كان من المفترض أن يكون هذا الأسبوع. فهل نشر هذه التقارير مقصود في توقيته لربما لمحاولة تهدئة أبو ظبي وتخفيف غضبها من عدم منحها صفقة طائرات الشبح؟ ربما تكون هناك رغبة في أن يكون هناك نوع من التوازن بين المطالب الإماراتية وما هو متاح بالنسبة لإسرائيل، وإن كانت مسألة البناء هي مسائل يعني طويلة الأمد، يعني التصريحات تعطى بناء على طلبات وبناء على مشاريع يتم التداول فيها على مدى أشهر، وبالتالي يعني هذا، ولكن ربما يكون هذا التأخير أو هذا الإجراء ربما لأن يكون هناك نوع من التوازن. ولكن الشيء المهم هنا الذي يجب أن يقال هو أنه لا شك في أن الخطوة الإماراتية كانت خطوة شجاعة للغاية. هناك غضب في الرأي العام العربي كما نحن رأيناه في الأيام والأسابيع السابقة، وبالتالي ربما أنه أيضا مسألة إلغاء القمة الثلاثية أو تأجيل القمة الثلاثية يكون هو يعني ضمن هذا الرغبة في احتواء الغضب الشعبي أو الضغوط التي انهالت من كل الأطراف المختلفة على دولة الإمارات العربية المتحدة. طب دعني أتحول إلى الدكتور عماد من واشنطن. يعني دكتور، البعض فسر جولة بومبيو إلى دول الشرق الأوسط ومنها الإمارات وإسرائيل إنها تحمل ربما في طياتها محاولة لربط الصدع بين الطرفين الذي يزيد على خلفية هذه الصفقة. فكيف برأيك سيلملم بومبيو أطراف هذه القضية؟ هل يمكن هذه القضية أن تفشل أو تؤخر إتمام معاهدة السلام؟ أهلا بك والضيوف والسادة المشاهدين. أولا مسألة الصفقة الخاصة بطائرات F-35 مسألة ثانوية تماما إلى جانب أو في مواجهة ما تسرب من أخبار. إذا صدقت هذه التقارير الإسرائيلية، وألحظ هنا أنك قلت في البداية أن هذه الأوامر بوقف البناء كان جاءت قبلها حتى صفقة أو معاهدة السلام المرتقبة بين الإمارات. صحيح. وإسرائيل، والتي لم توقع بعد. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا أعتقد أن المسألة تتعلق بمحاولة إرضاء أبو ظبي أو حتى تظهر بمظهر أفضل في العالم العربي. كل هذه عوامل لا تهم. في الحقيقة أعتقد أن هناك ضغط أمريكي غير معلن هو ما يفسر جولة وزير الخارجية مايك بومبيو للبناء على ما تم تحقيقه بالفعل من تطبيع بين الإمارات وإسرائيل. لاحظي أن بومبيو جولته شملت أيضا البحرين والسودان، وهما دولتان كانت قد أعلنت بالفعل نيتها لعقد أو تطبيع مع إسرائيل. إذن الولايات المتحدة معنية في المقام الأول بحلحلة عملية السلام المتعثرة، ورأينا تصريحات من جارد كوشنر على سبيل المثال وهو عراب صفقة القرن تفيد أن صفقة القرن قد يبدو أنها يتم تطبيقها تدريجيا. صحيح. وليس كما كانت حتى تخفف حدة الاعتراضات. إذا صدقت التقارير الإسرائيلية هذا اختراق رائع جدا لعملية السلام لصالح الفلسطينيين ولصالح الإسرائيليين وأيضا لصالح الولايات المتحدة وتحديدا
الرئيس ترامب. طيب دعني أتحول الآن في هذه الأثناء إلى دكتور مئير مصري من القدس. يعني دكتور مئير، البنتاغون منع في وقت سابق تركيا من شراء طائرات الأف 35 التي كان من المقرر تسليمها لها على خلفية العقوبات الأمريكية عليها بسبب منظومة الروسية S-400. فلماذا لم تعترض آنذاك إسرائيل على امتلاك تركيا لهذه المنظومة في السابق رغم اعترافات للموساد الإسرائيلي أن تركيا أخطر من إيران على إسرائيل؟ لا، هو إسرائيل اعترضت حقيقة، ولو كانت هناك موافقة أمريكية لاعترضت إسرائيل، ولكن بشكل أوضح. ولكن إسرائيل لا شك في أنها كانت عارضت هذا الموضوع، وليس هناك عقوبات ضد تركيا من قبل الولايات المتحدة، ولكن فقط عدم رغبة في أن هذه الطائرة متطورة الصنع التي شاركت إسرائيل في صناعتها لا تكون في يد يعني دول معينة، وهذا الشيء مفهوم. وكما ذكر الدكتور عماد وأنا أتفق مع هذا، أن مسألة الطائرات F-35 اللي الإعلام يعني تحدث عنها كثيرا وكانها هي المغزى من التقارب الإماراتي الإسرائيلي، اللي هو مسار استراتيجي له مغزى بعيد المدى ولا يتعلق بمسألة فقط صفقة طائرات عسكرية. ولكن تصوري لو أن إسرائيل وافقت على سبيل المثال لأن تكون هناك تصدير لمثل هذه الطائرات إلى الإمارات، طيب يعني سوف يحدث هذا خلل في المنطقة، وسوف تطالب مصر بنفس الشيء والأردن بنفس الشيء، هناك دول أخرى ذي علاقات مع إسرائيل، فلماذا فقط الإمارات؟ ويعني هذا الموضوع طبعا أنا أعتقد أنه يعني ليس هو الوقت في الحديث في هذا أولا، ثانيا لا هو موضوع ثانوي بالنسبة لمسألة هذا الموضوع الثانوي. دكتور نقطة ثانية سريعا تفضل. نعم تفضل. نعم، نقطة ثانية تم الإشارة إليها فيما يتعلق بالجولة المكوكية للسيد مايك بومبيو في شرق الأوسط. أنا أعتقد أن هناك إشارة إلى حقيقة تقدم كبير في الرؤى في المنطقة، فعلى سبيل المثال أيضا الإعلام سلط الأمر على مسألة أن ضوء على مسألة أن البحرين والسودان قد رفض التوقيع على اتفاقيات من هذا النوع مع إسرائيل، اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، لكن هذا غير دقيق لأن البحرين قال بشكل واضح أنها أن السلام مع إسرائيل لن يكون بهذه السرعة، أي أنه سوف يكون أن البحرين كما أن البحرين بارك الخطوة الإماراتية ولم يعارضها. كذلك بالنسبة للسودان، مجلس السيادة السوداني قد قال أنه غير مخول للتقدم في عملية تقارب مع إسرائيل، لأنه فقط مرحلة انتقالية حتى منتصف العام 2020. قلت أن مسألة طائرات الشبح الأمريكية هي مسألة ثانوية لاتفاق السلام ما بين الطرفين، لكن لماذا تصر الإمارات عبر تصريحات لوزير الشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش، قال أن الطائرات هذه مهمة وهذه الصفقة منذ سنوات نناقشها مع إسرائيل، لماذا تصر الإمارات دكتور خالد، دعني أتوجه إليك، على الحصول على هذه النوع من الطائرات وهي تعلم أنه تركيا كانت شريكة فيها في إنتاج هذه القطع، وهناك تقارير أمريكية تقول أن فعالية هذه الطائرات راجعت بسبب نقص إنتاج قطع الغيار، لماذا تصر الإمارات على هذه الطائرات وأين ممكن أن تستخدم الإمارات هذه الطائرات؟ بلا شك أن التوازن في المنطقة اختلف الآن، وأصبح هناك أخطار كبيرة تحيط بالمنطقة، منطقة الخليج العربي، يعني فهناك يعني شبه محاولة لاختسام المنطقة من قبل تركيا ومن قبل إيران. فالإمارات يعني حريصة على أن تتسلح بأحدث الأسلحة، وهناك اتفاقيات مشتركة بين أمريكا وبين الإمارات العربية المتحدة، اتفاقيات عسكرية واتفاقيات قواعد عسكرية واتفاقيات حماية، وبالتالي يعني بلا شك أن هذه الصفقة مهمة لدولة الإمارات ومهمة في موازاة جيرانها وخاصة تركيا. تركيا نعرف أنها فضلت السلاح الروسي S-400 على صفقة F-35، وهي تريد أن تكون الصفقتان لصالحها F-35 بالإضافة إلى السلاح الروسي، وبالتالي رفضت أمريكا ودخلت في مشاكل مع الكونغرس الأمريكي وأوقف هذه الصفقة عن تركيا.
لكن الإمارات صفقة مهمة، وهذا ما تلمس وهذا ما تلمسه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال دكتور عماد أثناء زيارته إلى إسرائيل أنه ملتزم بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل، لكن اعترف أيضا برغبة الإمارات بامتلاك هذه الطائرات. فكيف سيتمكن من مسك العصب من الوسط وإحداث التوازن ما بين تلبية رغبة الإمارات وضمان التفوق العسكري لإسرائيل؟ أولا، مسألة التفوق الإسرائيلي العسكري تصبح لا معنى لها أو لا محل لها من الإعراب إذا كنا نتحدث عن صفقة سلام بين بلدين وهما الإمارات وإسرائيل. لماذا تصر إسرائيل على هذا التفوق إذا كانت بصدد توقيع اتفاقيات أو عمليات تطبيع أوسع بكثير مع الدول العربية؟ هذه نقطة. التفوق العسكري الإسرائيلي قد يعني في المقام الأول إيران وليس الدول العربية، التي بدأت حالة العداء بينها وبين إسرائيل في التراجع بشكل كبير، وإن لم يتحول ذلك إلى اتفاقات رسمية. لكنني أؤكد وحسب المعلومات الواردة في واشنطن أن عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية أخرى في الطريق. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا لا أعتقد مرة ثانية أن مسألة صفقة الطائرات بهذه الأهمية. العنوان الأهم هنا إذا صدقت التقارير الإسرائيلية بوقف بناء المستوطنات، وهو ما يقال أنه صدرت أوامر بصدده قبل حتى هذه الصفقة. هذا تحول وتطور هام جدا في عملية السلام، سيضاف بالدرجة الأولى إلى رصيد نتنياهو الذي يعاني كما نعلم من مشاكل داخلية كثيرة. ولا أستبعد أن وأنت تتحدث دكتور عن هذه المشاكل الداخلية، دعني أتوجه إلى الدكتور مئير مصري. يعني صفقة الطائرات هذه أثارت جدل داخل إسرائيل وأيضا داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل، التي يعني الجيش من جهة يرفض إتمام هذه الصفقة، الموساد يسعى لهذه الصفقة. كيف هل يمكن أن يقنع نتنياهو المؤسسة الأمنية في إسرائيل وينال موافقتها في منح أبو ظبي هذه الطائرات في مقابل إتمام معاهدة السلام ومغرياتها الاقتصادية والتكنولوجية والطبية على إسرائيل؟ لا، هو طبعا من يحكم في نهاية المطاف، من يقرر في نهاية المطاف هو نتنياهو وهي الحكومة الإسرائيلية، وليس الموساد ولا أركان الجيش. ولكن طبعا الكل يدلي بأرائه، قد تكون هناك تباين في الآراء، ولكن في نهاية المطاف الحكومة هي التي تقرر. والسيد نتنياهو قد قال بشكل واضح وصريح أنه لن يكون هناك تصدير الطائرات F-35 الى يعني الى دول الامارات او دول اخرى في المنطقه. في لكن المشهد كشف انه كان هناك مباحثات منذ سنوات على اتمام هذه الصفقه وكانت جاريه. نعم 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 نعم، كانت هناك مباحثات، لكن يعني هذه مسألة كما ذكر مسألة سنوية، لست في صلب الموضوع. نتحدث هنا عن اتفاق تطبيع لم يتم بعد، وبالتالي أعتقد أن احنا لا يجب أن نسبق الأحداث. من يستغل مسألة هذه المسألة ليس الجيش أو الموساد، وإنما هو اليمين المتطرف داخل إسرائيل الذي هو اليوم في المعارضة. ودعيني أن أقول بأنه هذا التقارب وهذا الاعتدال الذي بدأ أن تتسم به حكومة نتنياهو أو هذه الحكومة، عفوا حكومة الوحدة الوطنية، هي من إنجازات الوحدة الوطنية. لأنه أنا لا أتصور أن نتنياهو كان سوف يكون على قدرة، سأتحدث عن هذه النقطة، يتخذ هذه الإجراءات لو كان اليمين أقصى اليمين في حكومته كما كان الوضع في حكومات المتعاقبة على الأقل في الخمس سنوات. سأعود إلى هذه النقطة، لكن دعني أتحول إلى الدكتور خالد. يعني التقارير الإسرائيلية التي كشفت أن التجميد تم حتى قبل أشهر من إتمام هذه المعاهدة أو الإعلان عنها بالأحرى، هل ممكن أن يجعل أبو ظبي تتنازل عن مطلب الطائرات في مقابل ضمان تسوية الصراع ووقف الضم نهائيا، وهو ما طفى في هذه التقارير وحقائقها؟ لا أعتقد، لأن يعني بالنسبة للصفقة صفقة الطائرات هذه مهمة للإمارات في مواجهة أخطار يعني كما أسلفت، وهي الوجود الإيراني ومحاولة إيران زعزعة أمن المنطقة من خلال مناورات، من خلال إطلاق الصواريخ، من خلال أمور كثيرة.
فالإمارات بحاجة لهذه الصواريخ، لهذه الصفقة من الطائرات على الأقل للتوازن العسكري في المنطقة. وأيضا هناك يعني خروقات كما نرى من قبل تركيا وتدخلها في الشمال السوري وفي العراق وغيرها. وأعتقد أن الاتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية إسرائيل مع الإمارات، بالعكس سوف تعزز هذا الجانب الأمني، وخاصة أن إيران هي يعني عدو للطرفين وعدو للجانبين، فتفوق الإمارات عسكريا هذا يعني في صالح أيضا إسرائيل وفي صالح الاتفاقية الإسرائيلية. وإن كانت الاتفاقية كما تحدث ضيوفك وكما هو ما معروف لإيقاف الضم، ضم الأراضي و لكن أطرف الأردن، لكن الدكتور عماد من واشنطن يقول إن هذه اتفاقية السلاح هي اتفاقية ثانوية بالنسبة لمعاهدة السلام. أتحول إليك دكتور عماد، برأيك هل أزمة الطائرات هي أزمة مفتعلة أم أزمة حقيقية؟ وكيف ممكن أن تغيب هكذا أزمة عن ترامب وإدارته لهذه المعاهدة؟ ألم يفكر أنها قد تكون عقبة أمام إتمام المعاهدة؟ وهو من قال أن حتى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني مهد أو سهل الطريق أمام التوافق الإسرائيلي الإماراتي. أولا أؤكد مرة ثانية أن مسألة صفقة الطائرات مسألة ثانوية، والأهم هنا هو اتفاقات السلام والتطبيع. الإمارات اعتراضها اعتراض مبدئي من ناحية المبدأ، بمعنى بصرف النظر عن الجوانب العسكرية، إذا كنا قد صرنا دول صديقة ودول متحالفة حتى وهناك معاهدة سلام، لا يوجد أي معنى إطلاقا لاعتراض إسرائيل على صفقة الطائرات سواء F-35 أو أي شيء آخر يتعلق بالإمارات. لا يمكن ولا يجب أن يكون هذا القرار، وهو قرار سيادي بشأن أو في يد إسرائيل، وإنما في يد الولايات المتحدة. نحن نعلم أن الصين تمتلك لوبي قوي هناك، وأن في أمريكا كل هذا مفهوم، لكن التفوق العسكري لإسرائيل فيما يتعلق بمسألة صفقة الطائرات للإمارات لا معنى له على الإطلاق. أولا هناك فارق كبير جدا، دعنا نكون صريحين، بين القوة الإسرائيلية العسكرية والقوة الإماراتية، لا مقارنة إطلاقا. سواء اقتلكت الإمارات F-35 أم لا، لدى الإمارات F-16 وأيضا لديها رافال. الحديث يطول، ولا أعتقد أن المسألة تتعلق بمسألة عسكرية بقدر ما هي سياسية. الإمارات ترفض أن تمني إسرائيل على الولايات المتحدة قرار بشأنها، دهمنا الوقت للأسف دكتور. إذا كانت هناك عماد عبد الهادي من واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي دكتور عماد عبد الهادي، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول إلى الأستاذ في العلوم السياسية في الجامعة العبرية دكتور مئير مصري من القدس، وأيضا من دبي الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية دكتور خالد محمد مبارك القاسم، شكرا جزيلا لكم جميعا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من عين على الخليج، أعود ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.